وسهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي كفاءات الإمارات. مشاهدينا، نحن اليوم متواجدين بمركز رونش لخدمات السيارات لنسلط الضوء على أهم خدمات مركز رونش لخدمات السيارات. يسعدني أكيد استضيف السيد مجد خير، مدير مركز رونش لخدمات السيارات. يسعد أوقاتك أستاذ مجد. يسعد لي أوقاتك كلياتها. أهلا وسهلا فيك. يلا فيكم، نورتونا. نحن اليوم سعيدين انه موجودين بمركزكم، ما شاء الله تبارك الله. تسلم يا رب، شرف كبير لنا نستقبلكم، نستقبل تيم العمل الكبير. اهلا وسهلا فيك استاذ مجد. خلينا نعطي لمحه عن حضرتك بشكل عام، نعرف الناس فيك اكثر، تفضل. انا اسمي مجد خير. نعم. جيت على الامارات هون بال فينا نقول ب 2011. نعم. جيت بحلم كثير كبير انه بلش عمل خاص لي، أقدر ابني يلي بإيد ما حدا يوقف معي. نعم. لنبني شغل يكون متميز على مستوى الإمارات. نعم. يكسب ثقة الناس. نعم. وبنفس الوقت يكون تعميلا. كيف تم إنشاء مركز رونش؟ كيف بدأتوا مشواركم من هذا المجال؟ نحن بدأنا مشوارنا تقريباً من 6 شهور. نعم. الفكرة إجت لأنه أنا أصلاً كان معي سيارة كنت عاني فيها كتير قبل. كنت عاني أحياناً مو بس من الكفاءة، كنت عاني من عدم المصداقية بين الكراج وبين الزبون. نعم. لهالسبب هذا كانت الفكرة اللي بدأت بيني وبين شريكي، يعني نحن لازم نعمل شيء متميز على الباقي. نعم. ما رح يهمنا نحن الربح قد ما يهمنا نكسب ثقة الناس. صحيح. نعطيهم خدمة متميزة للناس بشكل اللي بياخذ سيارته اليوم ما انه مضطر يرجع لعندي مرة ثانية. كثير حلو. ليجي يصلح مرة ثانية. تماما. اللي بدنا يجي لعنا يعرف انه هيدا المركز متميز عن الباقي. صحيح. صحيح. طب استاذ مجد، خلينا نحكي بالضبط بالتفصيل من الالف الى الياء، شو هي الخدمات اللي بتقدموها بالضبط؟ تمام. نحن هون مركزين اكثر شيء على سيارات الرينج روفر والسيارات. نعم. الالمانية بشكل عام. نعم. والباترول خصوصا كمان بالنسبه للسيارات اليابانيه. موجود عندنا كل شيء من ميكانيك لكودينج لبرمجه. نعم. فريق عمل متخصص. نعم. فريق عمل عنده خبره كثير كبيره بالامارات. انا عندي ثقه كثير بالتيم تبعي لانه لحد الان كانت نجاحاتنا كثير كبيره ما شاء الله، حتى بتعديل السيارات. حاليا نحن عم نحاول نتوسع اكثر وندخل كمان مجال السمكره والصبغ. نعم. بس يكون عندنا ستاندرد معين انه نشتغل بمواد فعلا. نعم. ترضي الناس وما يكون لها اثر سيء لبعدين. نعم. لانه في تعرفين في عندك مواد كثير بالسوق. صحيح. فنحن عم نحاول حتى لو الربح قل. نعم. بس الزبون رح يجي لعنا يكون سمعتنا منيحه برا. كثير حلو. طب استاذ مجد، خلينا نشوف فريق العمل وكل حدا وشو دوره بمركز رونش فريق العمل. تمام. انا عندي المهندس محمود. نعم. هو اختصاصي بالسيارات النيسان والباترول. نعم. بجميع ميكانيك كهرباء برمجه. نعم. عندي الاستاذ سمير. نعم. كمان اختصاصي برمجة الرنج روفر. عندي الاستاذ سامر اللي هو مستلم الميكانيك بالورشة. نعم. اختصاصي بال، وكلهم من ذوي خبرات ما شاء الله. طبعا طبعا كلهم شغالين هون، كانوا بالامارات لفترة جدا طويلة. نعم. يعني اقل شخص شغال عندي بالامارات هون كان صار له متواجد بالدولة تقريبا 8 سنين ما شاء الله، وطبعا عنده خبرة بس انه السيارات الخليجية خبرتها غير السيارات اللي برا. نعم. هلا كمان استاذ مجد، ما في عمل ما بيخلى من المعوقات، ما في عمل ما بيخلى من الصعوبات، هل واجهتكم معوقات او صعوبات في مجال عملكم؟ طبعا هلا كانت هي بس المعوقات جدا بسيطه بس. نعم. بالنسبه للموردين والقطع والقصص يعني. نعم. احنا كيف قدرتوا تتجاوزوها؟ اللي قدرنا نتجاوزها يكون عندنا علاقات اكثر بالسوق. حلو كثير. نحاول العلاقات تكون مو بس بين كلاينت وكلاينت لانه هي بالهاي السيركل ولازم تضل السيركل ماشي. نعم. نعم. تحاول تكون هي العلاقات علاقات انسانيه وصداقه. نعم. اللي يقدروا يساعدوك ويساعدوهم بنفس الوقت. نعم. طب بظل المنافسه القويه ولا سيما في مجال خدمات السيارات، شو اللي بيميز رونش عن غيره من مراكز خدمات السيارات؟ ميزنا احنا شغلتين. اول شغله نحن الهدف تبعنا او اللوجو تبعنا هو توديز تكنولوجي وذ يسترداي برايس. نعم. نحن عم نحاول نحط اسعار الامبارح اللي كانت هي رخيصة مع التكنولوجيا اللي كتير صارت هي كبيرة وواسعة. نعم. وفينا نسميها معقدة كمان بالسيارات. هاي أولا. ثانيا الشيء ميزنا هو الثقة. الثقة. نعم. تمام.
الزبون وقت بيجي لعندي رح يوسع انه هيدي القطعه رح تبدل هي نعم. فعلا خربانه نعم. انا ماني عم بدل له شيء كرمال نعم. اخذ منه اكثر فهيدي الثقه بنورجيها للزبون انه هيدي عطله كذا 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 نعم. بنبعث له فيديو فيها بعدين ناخذ من الابروفل نعم. طب استاذ مجد انت كيف لمست اقبال الزبائن على مركز رانش؟ الحمد لله لحد الان بكل التجارب مع الزبائن نعم. فعلا كان نسبه الرضا جدا كبيره ما شاء الله الثقه كثير كبيره والشيء اللي بيدل على الثقه انه حتى الزبون بيرجع بيبعت اصحابه ومعارفه وعائلته لعنا طب في ضوء ما حققتم انتم من نجاحات بمركز رانش كيف ترون مستقبل الاستثمار في دوله الامارات وليش اخترتوا الامارات بالذات الامارات هي احسن دوله للاستثمار لعده اسباب نعم اول شغله هي الامن والامان نعم. اللي هو بيعطيك الثقه لانك تستثمري وتبني حياتك كلياتها هون نعم. وهي هي ما انا مجرد محطه صحيح. بس حطيتي استثمرتي فانت رح تضلك عايشه هون نعم ثانيا والاهم من هذا الشيء تسهيلات بتقدم لك اياها الدوله صحيح من ناحيه المعاملات الرخص الفيز وعندك تسهيلات البنوك نعم يعني نحن كشركه نعم الحمد لله من دعم من قاده الامارات والتسهيلات اللي اعطونا اياها الفتره الاخيره نعم. كانت جدا سلسه وسهله ان الواحد يفتح الشغل هون وجدا موثوقه نعم يعني لمستم الامن والامان بكل طبعا. كل وجوهه طبعا لولا الامن والامان ما كان حدا ممكن يفكر يستقر حياته كلياتها صحيح وعائلته كلياتها طيب نعم هلا بالختام كلمه اخيره بتحب تقولها استاذ مجد هلا الكلمه الاخيره انا اكيد بدي اشكر فيها شيوخ الامارات جميعا نعم والشيخ محمد على التسهيلات الكبيره نعم. والدعم ونعمه الامن والامان اللي احنا موجودين فيها بظل دبي وظل قيادته والله يديمه ويديم شيوخنا شيوخ الامارات امين يا رب وكمان بحب اوجه كمان رساله شكر لجميع القائمين بالدولة نعم. اللي هن فعلا ساعدونا وسهلوا لنا معاملاتنا جميعا لأنه فعلا كانت هي أسهل وأسرع طريقة نعم. عشناها يعني ما كنا تعذبنا أبدا بأي شيء نعم أنا كمان بدي أشكرك السيد مجد خير مدير مركز رانش لخدمات السيارات شكرا كثير لإلك تسلمي يا رب استضافتنا